حجم الرؤوس اللي يمتلكها فلاحي مصر 2 مليون؟ احنا عندنا 2 مليون وشويه. كويس. ال 2 مليون دول انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده يا دكتور مصطفى. وانا بقول للمصريين الكلام دوت ولكل من مهتم، سواء كانت يعني المجتمع المدني ومصر الخير وغيره. وقلته قبل كده وفي فرق بين ان احنا نقول وان احنا نقدر نعمل ده. وهو حلم كبير قوي. بس مش كبير علينا ولا على المصريين. المواطن في الريف المصري اللي عنده راس ماشيه من يعني اللي هي مش مطوره مش كده، دي بتاكل اكل نفس الأكل. زي الاكل اللي بتجيبه راس مماثله ليها تم تطويرها، يعني انا بقول كلام بسيط يعني، وتشرب نفس الشرب بتاعها. دي بتنتج لحم 8 من 10 من الكيلو، مش كده ولا 8 كيلو 7 8 كيلو. لا في اليوم مش كده 7 الى 8 كيلو. طيب 7 من 10 يعني 7 كيلو في اليوم. في اليوم كويس. والثانيه بتنتج 1.5 كيلو مش كده؟ يعني بتنتج حوالي من 30 35 يعني في اليوم يعني طيب. حوالي 1.5 حوالي الكلام واضح، كلام واضح لينا كلنا كسامعين ان احنا بناكل نفس الاكل ونشرب نفس الشرب، وده يطلع لي 7 8، وده يطلع لي 20 30 كيلو لحم في اليوم مش كده؟ ايوه. طيب ال 2 مليون دول لو اتغيروا اتاخدوا، كلام نظري، كلام ايه نظري، اتاخدوا ال 2 مليون دول وادينا للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده، يبقى المليون دول يعملوا قد ايه؟ 15 مليون كيلو ولا انا مش كده؟ ده دي قيمه اديت للفلاح حاجه، اديته حاجه صح كده؟ وخليته بدل ما هو الراس دي بتعمل له مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه تعمل له 4 5 صح كده؟ ازاي نعمل دي؟ تتعمل ازاي؟ عايزين تغيروا حياه الناس مش ليكم، انا بتكلم علينا احنا كلنا. انا المواطن اللي بعرف ده وبجيب اكل راس المشيه بتاعتي وهي في الاخر انتاجها حجمه معين، وانا عندي راس اخرى قد تكون اغلى شويه مش كده؟ قد تكون اغلى شويه وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان هتشتريها من بره هنستوردها، لكن ده برنامج. ده ايه برنامج؟ يا اهل الخير يلي عايزين تعملوا اعمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياه الناس، اوعى تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد ياكل او تعمل له مدرسه بس او حتى جامع. لا، البر كمان ان انا اخلي المواطن ده بدل ما بيكسب له 1000 و2000 اضعف له الرقم مش كده ولا؟ ده على مستوى الفرد. على مستوى الدوله هو نفس حجم الاكل ونفس حجم الميه وضعف كميه الانتاج مره او مرتين، معقول كده؟ معقول. طب ازاي؟ اللي انا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالانسان. ليه؟ لان الارض دي فاضيه. الارض دي ايه؟ فاضيه. فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي. برنامج بيتعمل وبتتحط له موارده ويتنفذ. لكن التعامل مع البشر مشكله. ازاي انا اقنعه ان اللي هو بياكلها نفس الاكل واحده مثيله ليها؟ انا قلت الكلام ده قبل كده. بس انا بشرحه اكتر لان احنا لازم نعمله. طب ازاي؟ ما اعرفش. طب منين؟ الدكتور مصطفى هيشيل الهم بس ما هو فيش حل تاني. طبعا حد ما يعني اخد اللي هم ال 2 مليون دول على سنه على سنتين اذبحهم وانا بعمل الاحلال بحاجه تانية
انا ما بتكلم في بشكل بسيط جدا، انما في النهايه تقول لي بعد سنتين ثلاثه احنا غيرنا الانتاج الحيواني بتاعنا وبقت كل الرؤوس اللي موجوده، انا كلمت على اللحوم ما كلمتش على الالبان، ما كلمتش ايه الالبان بقى حاجه تانية خالص. لو ده بيعمل 7 8 كيلو برضو كده، التاني بيعمل 20 25 ويمكن اكتر، مش كده برضو؟ فحتى وانا بكلم مره معالي وزير الزراعه قال لي يا فندم بس هنودي اللبن فين؟ مش كده؟ قلت لي كده. قلت لك ما هو النهارده في مصانع ممكن تتعمل للبن المجفف، نوفر لمواطنينا والاطفال بتوعنا انتاج، ولما الحجم بيزيد سعره بي ايه؟ بيقل. لما الانتاج بيزيد سعره بيقل. انا بعد ما كنت باكل نفس الاكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زياده شويه ولا حاجه، بعد ما كنت بطلع 7 8 كيلو، الكيلو بكام؟ بقيت اطلع 20 25، ولو العمليه يعني متنظمه اكتر ممكن يبقى اكتر من كده. فالعائد زاد يعني. فالعائد النهارده يبقى الاسره ديت، انا بقول الكلام ده للجامعات الاهليه، ما اعرفش موجوده معانا ولا لا. ما اعرفش موجوده قاعدين معانا ولا لا. جامعات الاهليه موجوده معانا ولا لا. طيب يعني الأرمن ومصر الخير وكل من له باع في الموضوع، أنت بتدي له رسمة سيء عاملة إزاي؟ بتشتريها من السوق المحلي في الغالب، صح كده؟ لكن اللي أنت بتديها له دي مش هتغنيه. مش إيه؟ مش هتغنيه. مش هتغنيه. أنت عايز تزود دخله كويس. لما أستهدف يعني في حد يقول لي طب ما هم بياخدوا تبرعات يا دكتور مصطفى وبيشتروا بيها لحوم على طول وايه ويتصرفوا فيها، ماشي. طب ما هو ممكن قوي وهو بيشتري، وانا بقولها على هوا للناس اللي هتتبرع، لان بعضهم يقول لك ايه لا انا عايزه ياكل. ده صح، ده هدف نبيل وعظيم جدا، لكن انا اقدر بتطوير الفكره احسن اكتر من كده، اكتر من ان انا اوفر له وجبه ولا وجبتين اديهم له يتصرف بيهم، بان انا اديله راس او اتنين من ده. انا غيرت له حياته؟ غيرت. لا صحيح. صح. لو اديت لمواطن اتنين راس ماشيه من دول، غاليين كتير. طب الدوله ممكن تدخل في الموضوع يا دكتور مصطفى؟ تدخل. وزاره التضامن بنطلع تكافل وكرامه وبنطلع ده. ما بقولش ان احنا نوقف، لا، لكن نطور البرنامج يبقى مع الجمعيات ديت. اقول اخش على الاسره ديت اقول له انا هديك، اطمن ان هم عندهم قدره على ان هم يديروا الموضوع كويس، وادي له راس او اتنين. الراس او اتنين دول يبقى هو الدوله مع المجتمع المدني قدرت تغير حياه الناس بمنتج يزود انتاج لمصر ويخفض تكلفة هذا الإنتاج، لأن أنا بالطريقة العادية اللي أنا بعمل بيها دي بأكل بنفس الطريقة وبشرب بنفس الطريقة والكمية اللي بتجيلي كمية مش كتير، ثم أغير حياة الناس. لما أنا النهاردة لو قلنا 2 مليون راس ماشية، يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين معملين أسرة مثلا، مش كده متوسط؟ متوسط 2 أو 3 يعني. خلينا نقول 2 مليون أسرة، يبقى انا هقدر احول حياتهم اضاعف لهم دخلهم بالطريقه دي، ولا انا بقول كلام؟ ده مظبوط. اقدر مظبوط.